بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين القناة، إن شاء الله الجميع تكونون بخير. أولا انطلقت الدفعة 16 من السلف عن طريق مصرف الرافدين، وانطلقت الدفعة أيضا بنفس الوقت لمنتسبي وزارة الدفاع جماعة السلف التكميلية عن قريب، وعن قريب ما أريد أقول لكم الوقت، بس عن قريب إن شاء الله جماعة المشاريع عن قريب، وجماعة المستفيدين أيضا عن قريب. جماعة الرعاية الاجتماعية الصفة مالتهم احتمال راح تصير 3 ملايين، هم عن قريب راح يطلقوها، يقدر يستلم 3 ملايين فقط. المهم هذني بالنسبة لجماعة السلف. نرجع على شغلة التطبيق، التطبيق كان بصيانة وتحدث، اللي مدى يشتغل عنده يحاول يمسح التطبيق، يرست الموبايل بعد ما يطفي الانترنت من الموبايل ويرست الموبايل، وبعدين يرجع يعني ينصبه من جديد ان شاء الله يشتغل. البشرة الثانية انه مصرف الرافدين اطلق جهاز البوست، هذا الجهاز البوست طبعا يستخدم حتى في الخارج، يعني الجماعة اللي يستلمون رواتب يمكن تشوفونه بالمكاتب، من تروح انت تستلم راتب يطلع لك الورقة والاستقطاع وكذا. على العموم هذا تحويلات مالية بي، يعني انت تقدر تاخذه، بالنسبة للمواطن العادي اذا يريد ياخذه مو فد مشكلة، لكن انا افضل جماعة المتاجر اللي عندهم شركات، اللي عندهم مثلا محلات كبيرة سوبر ماركت، ياخذ هذا الجهاز يسوي له حساب مصرف الرافدين ويقدر يتعامل به ويا المواطن. المواطنين راح تفيدكم انه ما راح ينصب عليك باي شغله. شلون؟ انت اول شيء فلوس ماكو بجيبك، عن طريق الماستر راح تستخدم هذا الجهاز. بنفس الوقت انت من تجي تحسب مثلا انت عندك بغير محافظه منتج، من ترسل تقول له انت اريد هذا المنتج دز لي اياه، يقول لك حول لي الفلوس يلا دز لك اياه. انت من تشوف شركات او كذا تقدر عن طريق هذا الجهاز تحول له المبلغ. يعني هو مو ضروري للمواطن بس، لكن ضروري لجماعة المتاجر والمحلات. احنا مثل ما قلت لكم كبلد الكتروني، يعني هسه استولى بدينا احنا نفعل النظام الالكتروني بالعراق، يعني بصورة خلينا نقول صحيحة. فاني اشوف هذه فت خطوة جيدة من مصرف الرافدين لاطلاق هذا الجهاز. اما سعر الجهاز قالوا انه انت تتصل على 422، هم يحددوا لك السعر وطريقة استلام الجهاز. الناس تسأل تقول لك انا زين شو استفاد من عنده بالضبط؟ احنا شوف حتى في تركيا هذه الاجهزة مستخدمة، وقلت لكم بس اذا تروحون على المكاتب اللي يسلموكم رواتب راح تشوفون هذا الجهاز هو موجود. هذا الجهاز تقدر تحول من عنده الاموال، يعني إذا أنت عندك مدية ورابطة على الإنترنت طبعاً، وشخص مثلاً بينك وبين حسابات، أنت اللي نفرض تريد تشتري سيارة، أعطيك في المثل بسيط يعني، أنت ساكن في بغداد وتريد تشتري سيارة في كربلاء، وما تريد تأخذ المبلغ مالتك بجيبك، فأنت عندك بالمصرف. من تروح الكربلاء وتشتري السيارة وتتفق وياها على السعر، ويبقى عندك مبلغ على التحويل، ما شال فلوس بجيبك، عن طريق الجهاز تحول له. يعني إذا أنت الجهاز عندك أو هناك بالمكتب موجود هذا الجهاز، تطيل حوالة مالته وترجع لبغداد تكمل الإجراءات كاملة، وتقدر تحوله أيضا عن طريق هذا الجهاز للحساب مال الشخص الثاني البائع. هذه فد مثل بسيط. المتاجر من راح تستخدمه أنت ما تشيل فلوس بجيبك، أبو المتجر مثلا تطب على سوبر ماركت تأخذ من عنده عدة مواد، إيش قد الحساب مالتك مثلا يقول لك 50,000، تطيل ماستر كارد مالتك وأنت بعدين تدخل الرقم السري، يقطع ال50,000 من حسابك، وطبعا يطلع لك وصل بالمبلغ، هذا الوصل الضمه للاحتياط. فهذه الخطوه خطوه ناجحه نعتبرها، يعني احنا نشجع على تطوير مؤسسات الدوله بهالصوره هذه. اكو ناس شفت التعليقات، انا طبعا طبيت على حساب المصرف الرافدين اللي موجود عن طريق الفيسبوك، شفت اكو ناس تعليقات على مصرف الرافدين بطيء، مصرف الرافدين كذا. انا من الناس أقول لكم ما راضي على خدمات مصرف الرافدين، أنا أحكي لكم الصراحة، يعني صدق عندهم بطء وعندهم مشاكل كانت بالتطبيق، لكن احنا نحاول أوصل أقرب الأفكار للعالم. مو مثل ما شخص يجي معلق لي باليوتيوب واحد قايل لي أنت تكذب على العالم، واحد يقول أنت قاعد تسوي لهم دعاية. عمي أنا لا أسوي دعاية ولا عندي علاقة بهم، بس أنا شفت الناس محتارة،
فلازم اسوي شرح لهم وافيدهم، لان اكو اغلب الفيديوهات عندي اشوفها باليوتيوب ما يعطيك المعلومه بالصحيح، او على السريع يشرح لك مجرد يريد يحصل مشاهدات، هذا الشخص الذي يحصل مشاهدات مو اني، على السريع يعطيك المعلومه وانت من المشكله من تروح تساله ما يجاوبك، بينما اني هسه ايش قد يتصل بي على الواتساب اجاوبهم بالتعليقات، ماكو تعليق يفوت اذا ما اني اجاوبه، وان بقى التعليق يوم يجوز ما اشوفه بس لكن اجاوبه ما بقي. فعلى العموم انتم اللي جماعه التعليقات السلبيه حضرتكم وطلكم الله بعدين، يعني انا مره ثانيه راح اضطر اخذ الرابط مال القناه مالتكم واسلمها للامن الوطني وهم يتبعوكم وهم يتصرفون وياكم، هذا اللي يغلط واللي يتجاوز لانه ظاهر ما يفيدكم الا هيك. على كل حال حبيت اوضح لكم هاي المساله من ناحيه هذا الجهاز، فقلت لكم هذا جهاز خدمي، انت كمواطن اذا ما تريد تاخذه انا اشوف ابو الشركه السوبر ماركت المتاجر الكبيره هذا الجهاز يفيدك، بس لا اعطيكم في المعلومه الثانيه وياه قبل ما تشتري وتاخذه من المصرف، اخذ التفاصيل مالته، شوف مثلا الضرائب اللي عليه شنو، ايش قد الضريبه مالته او بدون ضريبه مثلا، والاستقطاعات مالته لازم تعرفها، يعني مثلا قولوا مش قد تستقطعون مبالغ، يعني مثلا واحد يشتري منك ب 50,000 ايش قد راح تستقطعون منه مبلغ التحويل، هذه لازم تعرفها، عم تشوف الشغله اذا تصرف لك اخذه، والشغله اذا ما تصرف لك لا تاخذه، هيك القصد، لان هنا هسه بتركيا هاي الاجهزه انت من تو اسال من اروح اتسوق مثلا من اليوزبير بالماستر كارد مالتي ماكو اي عموله، يعني مثلا من اشتري ب 100 ليره وعلى الماستر كارد اعطيه اياه ويقطع ال 100 ليره فقط ال 100 ليره ماكو اي عموله، فنريد نعرف انه هذا الجهاز بعمولة او ما بعمولة، فانت من تخابر وتريد تحصل عنده او تراجعهم لازم تعرف انه اكو عمولة او ماكو عمولة حتى العالم تفتهم، واتمنى اللي هذا الجهاز عنده من المتابعين او تعرفون واحد يمكم يعني عنده مستخدم هذا الجهاز يكتب لي هاي التفاصيل حتى نشرحها للعالم او يراسلني على الواتساب حتى نقدر نشرحها للعالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للتواصل معنا على الواتساب 0090536221740 حسابنا على تيك توك Allah_75 حسابنا على انستغرام Allah_75_75 أهلا وسهلا بكم مع تحياتنا للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.